الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام. المستكملين الشرف وبعد. إخوتي الكرام، هذه المحاضرة في مقاصد الشريعة، في الكلام على مقاصد الشريعة ومبحث مهم من مباحث مقاصد الشريعة، وهو مقاصد الشريعة وعلاقتها بالاستنباط، استنباط الأحكام. والحق بأن استقامة استنباط الأحكام لا يكون إلا بالتضلع في هذا الباب والعلم بمقاصد الشريعة. لذلك أنا أخذ هذا المبحث ويكون في اختبار الأسبوع القادم إن شاء الله في الكلام على مقاصد الشريعة، وبعد ذلك ننتقل إلى كتاب آخر نتكلم عنه بإذن الله في هذا الباب. الإمام ابن عاشور رحمه الله، وطبعا أيضا هو من ألف في المقاصد من المعاصرين المتأخرين، يعني يقول بأن محال اجتهاد المجتهدين في أدلة الشريعة يعني لا تزيد عن 5، وذكر منها فهم النصوص وألفاظ النصوص بحسب ما تقتضيه قواعد اللغة واصطلاحات الشرع، فبها يستطيع المرء أن يستنبط الأحكام، وأيضا فيها مقارنة المعنى المستنبط مع غيره من أدلة الشريعة وأحكامها للتحقق من التوافق بينه وبينها، فيأخذ به حينئذ بلا إشكال، أو يظهر نوع تعارض فيعمل على التوفيق والترجيح في مسألة النظر للعلماء في هذا الباب من الأدلة التي ظاهرها التعارض. وفيها أيضا قياس من أبواب أيضا الاجتهاد، هذه من أبواب الاجتهاد أيضا، قياس ما لا حكم له في الشرع على نظيره المنصوص على حكمه بعد التعرف على علته. مسألة القياس هي مسائل اجتهادية، هذه يرى الإمام الشافعي أن مسائل الاجتهاد في مسألة القياس أنها من أضيق الأمور، لأن الأصل في ذلك النصوص. فالأئمة يرون أيضا القياس من محل الاجتهاد، فهو الحق النظير بنظيره، كما كان عمر الخطاب يقول ألحق النظير بالنظير. عمر الخطاب كتب لأبي موسى الأشعري قال وألحق النظير بالنظير، وكان يقول الفهم الفهم فيما يأتيك. من ذلك أيضا من محل الاجتهاد الحكم فيما يجد من حوادث غير منصوص على حكمها وليس لها في الشرع نظير تقاس عليه، فبيكون في القواعد الكلية. الكلام هنا سيكون الأمر في القواعد الكلية وما يستنبط منها. من ذلك أيضا النظر فيما لم تظهر حكمة الشرع فيه وتصنيفه، شوف هل الصوت مسموع عندهم أم لا، النظر فيما لم تظهر حكمة الشرع فيه وتصنيفه ضمن الأحكام التعبدية غير المعللة، أو اكتشاف علته ومقصوده لإلحاقه بالأحكام المعقولة المعللة. لذا فإن الفقيه والمجتهد أحوج ما يكون، إلى فهم مقاصد الشريعة من أجل أن تساعده على مسائل الاستنباط ومسائل النظر في يعني استخراج الأحكام واستنباط الأحكام. معلوم أنه أولى الخطوات في أي عمل استنباطي النظر في النصوص الشرعية والواردة في الموضوع وتحديد الدلالات اللغوية والاصطلاحية والسياق والسباق واللحاق، كل ذلك من المساعدات على للمجتهد على أن يستنبط الحكم من الدليل أو من النص الذي جاءه. خلاصة ذلك بأن الألفاظ ودلالتها اللغوية الأصلية ليست هي المعيار الوحيد للمعاني والدلالات الشرعية، بل لابد من البحث في العوامل المساعدة كما قلنا كالسياق واللحاق، وأيضا الكلام على القرائن المحتفة من الإشارات، وأيضا من الإيماء والاقتضاء وغير ذلك. لأن الأصل في ذلك ما بيانه الإمام الشافعي عندما قال آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقط ذلك ابن القيم وفهم جدا هذا الباب فهما دقيقا ماتعا، وقال قد كان الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيها صلى الله عليه وسلم وأتبع له، إنما كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده، وهذا هو الحق. يعني هو المقصود أصالة هو التدبر في القرآن للبلوغ، بلوغ مراد الله جل في علاه، والتدبر في السنة لبلوغ مراد
فهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله جل في علاه فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالأصل بذلك التدبر للوصول إلى مراد الله ومراد رسول الله، كما قلنا هي انطلاقا من قول الإمام الشافعي بالفهم الدقيق عندما قال رحمه الله: آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أثر مقاصد الشريعة أثر بالغ في مسألة استنباط الأحكام من الأدلة، وأيضا مسألة النظر الدقيق في مسألة القياس والإلحاق الصحيح والفهم الدقيق، وأيضا التعامل مع الأدلة والدوران حول الكلام على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقصود الأسمى من التشريع للأحكام. وهذه كما قلنا نهاية يعني كما يقال هذه نهاية ما يتمناه المرء ليصل إلى مسألة الاستنباط الصحيح في هذا الباب. فنضرب لذلك بعض الأمثلة من الكتاب أو من الكتاب ومن السنة لبيان المقصود من يعني شوف انظر إلى نظرة الفقهاء للآيات، وهذه تساعدك جدا على فهم أن المقاصد هنا لها ما لها من الأعمال في أعمال النظر في هذا الباب. لو ضربنا مثلا من القرآن ما سنأتي من الكتاب، احنا قلنا مجال ومحل النظر في هذه الدلالات اللفظية يكون أو الألفاظ دلالات الألفاظ يكون بالكتاب والسنة وأيضا القياس في غير ذلك من أنواع الاستنباط في هذا الباب. كيف الصوت لا يعمل؟ ممكن يكون عندك يا أستاذ ما أفهم الآن. طيب الصوت مسموع أم لا؟ الصوت مسموع يعمل يعني الصوت موجود. طيب خلاص الصوت ممتاز ايضا. اكيد الاخ الفاضل بس يحاول انه يفعل ما فعل المره الماضيه والصوت سيكون له. من الامثله على ذلك لو اخذنا من قول الله جل في علاه الذين امن، قال الله جل في علاه الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. انظر هنا قال الله جل في علاه الذين يأكلون الربا، وانظر إلى السياق واللحاق والسباق في هذا الباب، وأن النبي وأن الله تعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه من الشيطان من المس. ظاهر اللفظ وقف عنده بعضهم وقال أن الحرمة في ذلك هو الأكل في هذا الباب، وطبعا قد وقفوا عند هذا. يعني هذه الآية شوف مقصد بمقصدها وسنبين المقصد ونرى ضلال كثير ضلال فهم كثير من الناس في الآيات التي تواكب مثل هذه الآية. إن الأكل معروف الأكل في هذا الباب، لكن السياق المحيط بهذه الآيات والآيات التي أيضا جاءت على شاكلتها ترى أن المقصود من الآية ليس المقصود الأكل، ليس هو المقصود الأكل، لأن الربا لا يؤكل. ليس المقصود الأكل بعينه بذاته، لأن الأموال لا تؤكل ولأن الربا لا يؤكل. المقصود هنا الإتلاف، إتلاف الأموال، كالذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، كالذين يأكلون أموال الناس بالباطل. فهذا الأكل ليس أكلا لذات لعين المال، وأنت ترى ذلك وتفهمه بأن الله تعالى سماه أكلا للتعظيم والتهويل والتفخيم في هذا الباب، لأن مسألة الأكل هي المسألة العظيمة عند الناس، أن يأكل حراما هي المسألة العظيمة. فأراد الله تعالى أن يعبر بها في هذا الباب لتنفير الأمة أو تنفير الناس من الجرأة على الربا، وإلا فالأموال لا تؤكل. المسألة مسألة إتلاف المال أو أخذ المال بهذه الطريقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، قال الله جل في علاه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه. شوف فأذابوه فباعوه، فتكلم على البيع هنا. هنا سماه الله أكلا، وقال تصريحا أنهم كانوا يتحايلون على شرع الله جل في علاه، يقولون حرم علينا أكل الشحوم فلم نأكل، لكنهم أذابوه فباعوه فأكلوا فسماه أكلا. فالحق كما قلنا هذا لتنفير النفس منها، لكن لو نظرت إلى مقصد الآية والسياق المحيط بالآية هو مسألة إتلاف المال،
ياكلون الربا، يعني الذين يربون، الذين ياخذون المال الزائد من غير وجه حق دون مقابل، ظلما وعدوانا، لان الربا كله ظلم، وهم يقصدون بذلك الزياده، وهم الى قل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: الربا الى قل، يعني الربا مهما زاد فهو الى قل. فالاصل في ذلك بان الايه المقصد منها هو مسألة أخذ المال والربا، وأن يعطي مالا ويأخذ بالزيادة، أو يأكل مال الناس بدون مقابل، وهو كأكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال اليتامى نفس الأمر، وهي الإتلاف بالغرق بالإغراق أو بالأخذ والإخفاء والغصب وغير ذلك، كلها ينزل تحت الآية. فمقصد الآية هو إتلاف المال أو أخذ المال بغير وجه حق، ولكن سماه أكلا الله جل في علاه لتنفير النفوس منه، لكن هذا هو المقصد، ولذلك لو وقفت عنده وتقول الأموال لا تؤكل، فكيف يقول يأكلون الربا؟ وهذه الآية إذا علمت أن المسألة فيها هو أخذ المال زاد بغير وجه حق ظلما، وهو أيضا إتلاف المال، وهو إيقاع الظلم على الآخرين، تفهم جيدا في ضوء ذلك قول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فلما قال لا تأكلوا أضعافا مضاعفة، يأتي جاهل جهول يقول بأن الربا التحريم فيه هو المبالغة فيه، لكن إن أكلت رويدا يسيرا لا شيء عليك، ويعمل مفهوم المخالفة هنا. ومفهوم المخالفة طبعا كما قلنا لا عمل فيه كما شرحنا في الأصول قبل ذلك، لأن هذه صفة كشفة هذا، والحال والواقع أنكم تأكلون الربا أضعافا مضاعفة، فإياكم أن تفعلوا ذلك. والحال والواقع صفة كشفة، والحال عندكم وحالكم والواقع فيكم أنكم تأكلون الربا أضعافا مضاعفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم واحد ربا أشد من 36 زنية، وإن كان حديث لم يصح لكنه موقوف على ابن عباس على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. والإطلاق يدل على ذلك بحديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. من ذلك ايضا لو ضربنا امثله على هذا الباب، ايضا في ذلك قول الله جل في علاه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. وانت تنظر في هذا الباب عندي نظر في امرين: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. قف عند حرمت عليكم الميتة، وقف عند قول الله جل في علاه: وما اهل لغير الله به. فانت دقه النظر في الخلاف الاصولي او الفقهي بين العلماء في مسألة حرمة الميتة، هنا حرمت عليكم الميتة، حرمت الميتة، هل التحريم يضاف إلى الأعيان؟ والحق التحريم لا يضاف إلى الأعيان، هي ما الأعيان أصلا تحرم عليها إلا زكاة، إلا كانت نجسة بذاتها مثلا في هذا الباب، وإن كان التحريم يضاف إلى الأعيان، فهل كلية الأعيان هي بذاتها أم التحريم في أمر آخر من الأفعال؟ الكلام على الذوات هنا ولا على الأفعال؟ هذا خلاف الأصولي بين العلماء. فدقة النظر في هذا الباب: حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة، فالأصل فيها حرمت عليكم الميتة، يعني حرم الأكل، وهذا يعني هذا المقصد، وهذا المقصد صراحة ساعدنا في فهمه قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ساعدنا في الفهم في هذا الباب أن المقصد والمراد من قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة ما يقصد ذلك العين في هذا، حرم الأكل، وقد يجوز الانتفاع بالميت، يبقى الذي حرم فقط هو أكل الميت. وهذا ورد في حديث ابن عباس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة يعني ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هل انتفعتم بها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد في هذا، وهذا كما قلنا يساعد جدا الإنسان عندما ينظر إلى السياق في الآيات، وإلا فقد قال: حرمت عليكم أمهاتكم. طب حرمت عليكم أمهاتكم، يعني هنا إضافة للعين إيش؟ حرم الأكل أيضا، حرمت عليكم أمهاتكم، يبقى إذن المباشرة وأيضا النكاح، المباشرة والنكاح. فالسياق مفسر في هذا الباب، والمقصد مقصد المراد من التشريع في الأحكام، المراد مراد الله مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصد الأصيل في مقاصد الشريعة، الذي يساعد الإنسان أو طالب العلم المكلف عندما يدقق النظر في الآيات والأحاديث لاستنباط الأحكام. هذه التي تميز وتفرق بين طالب علم وآخر، يعني هذه المميزة والمفرقة بين طالب علم وآخر. فلذلك أنت ترى في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، يعني جاءت الأدلة على أن تحريم الميتة المقصود به هو تحريم أكل الميتة. لكن انظر في مقاصد الشريعة في الأمر الآخر المهم جدا، ألا وهو في قول الله تعالى: وما أهل لغير الله به. الخلاف الفقهي بين العلماء في هذا الباب وتفسير ما أهل لغير الله به، أنا أسألكم تعرفون الخلاف الفقهي
أو ماذا تفهمون من قول الله جل في علاه وما أهل لغير الله به؟ نعم تفضلوا. ما في؟ ما عندكم؟ أبا أسامة حفظك الله، نريد الإجابة. يعني ممتاز ممتاز، نعم هو الحق في هذا الباب. لو نظرت تجد جمهور الفقهاء وقفوا مع ظاهر النص، وفي قول لا جعلهم إلا غير الله به قالوا هذه على التسمية، إذن التسمية واجبة، واستدلوا وعضدوا كلامهم في ذلك على الكلام. نعم الكلام في التسمية ممتازة، قول الله جل في علاه ولا تأكل مما لم يذكر اسم ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. ولكن هنا ترى بأن الإمام الشافعي يعني أعمق النظر، أو كان من أعمق الناس نظرا، وهو من أتقن الناس فقها في دلالات الألفاظ. هو يقول وما أهل لغير الله به يقصد بذلك مسألة التوحيد، يقصد بذلك مسألة التوحيد، على أنه أهل لغير الله جل في علاه، يعني ذبح وسمى غير الله، يعني أهل لغير الله. المقصود بذلك الشرك في هذا الباب، لا المقصود بعدم التسمية وعدم التسمية، لا لا لا، المقصود كما قال الإمام الشافعي وهذا الذي أدين الله به وهو الحق. وإلا لما جاءت عائشة رضي الله عنها أرضانا أناس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنهم يأتوننا باللحم ولم نعلم سموا أم لا، قال سموا أنتم أكلوا، قالوا سموا أنتم أكلوا. وبالسند الصحيح عن الإمام ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال إسلام المرء تسمية، إسلام المرء تسمية. المهم الخلاف الفقهي لا إنكار فيه، لكن أنا أبين، شوف انظر هنا للإتقان عند البحث عن المراد، مراد الله مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، في مما يساعد على ذلك الفهم والتضلع في مقاصد الشريعة. فهو يقول وما أهل لغير الله به، هذا المقصود به هو الإهلال لغير الله، أنه سمى غير الله على الذبيحة، سمى المسيح، سمى غير الله جل في علاه على الذبيحة. ليست المسألة متعرضة إلى مسألة التسمية واجبة أو غير واجبة، وإن كان الراجح أنها غير واجبة. الغرض المقصود، وطبعا هذه المسألة الفقهية فيها أقوال ثلاثة، التفريق بين العامد والناسي، وايضا التسميه واجبه والا تكون ميته، عاد التسميه ليست واجبه وانها مستحبه، وهذا الذي يدين الله به هو الراجح الصحيح وهو قول الشافعي الامام الشافعي في هذا الباب. لكن الذي جعله ينظر في ذلك هو مقصد الشريعه، مقصد الشريعه والنظر الى مراد الله جل وعلا في قوله وما اهل لغير الله به. ايضا لو نظرت الى قول الله جل في علاه ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، وهنا الآن هذه نظر فيها في مقاصد الشريعة، مراد الله جل في علاه في قولي ولا تعضلوهن، الخطاب لمن؟ الخطاب هنا لمن؟ ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. طبعا سبب نزول الآية أنه لما طلق الرجل ابنة عمته أو عمه وتركها وقت العدة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فجاء الخطاب، فجاء خاطبا من الخطاب فقال أخوها والله لا أزوجك إياها بعدما أكرمناك بها، فأنت تنقضي العدة لا تردها وتأتي خاطبا؟ لا والله، وهي كانت تميل له تحبه. فقال الله تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فكانت الآية في ذلك للأولياء، الآية في ذلك للأولياء. ما المقصد بقى هنا؟ ما المراد هنا؟ المقصد الشرع هنا في الآية، والسياق الحاكم في هذا الباب. طبعا الحنفي ينظرون نظرة أخرى في المقاصد هنا، ألا يمنع من العودة لزوجها، صحيح ممتازة، لكن نريد ما هو فوق ذلك. لازم قولك هو الذي نريده الآن، لازم قولك هو الذي نريده الآن لو تستطيعين، لازم القول. الخلاف فيما يعني هذا أيضا خلاف، لكن أنا أريد فوق ذلك، ما هو فوق ذلك. لن أن للولي ولاية الإجبار، جيد، لكن لا فوق ذلك، ليس هو. اجتهادات جميلة جدا، لكن أريد ما فوقها. Thank you.
طب انا اقول انا هذه شوف هذه من ايضا الغوص في المقاصد، هذه فيها دلاله ان المراه لا تنكح الا بولي، لا نكاح لها الا بولي. ممتاز ممتاز يا ادهم. نعم هذا صحيح، النظر في هذا الباب هو مساله ان النكاح لا يكون الا بولي. لا تعضلون عن نكاح زوجنا، دلاله واضحه جدا على ان عقده النكاح ليست بيده، ليست بيدها بحال من الاحوال، والا رجعت له لزوجت نفسها لتزوجته. ولما هنا التحذير من الاعضال؟ لما التحذير من الاعضال؟ وكيف ينال الاعضال وهو لا يملك ان يزوجها ولا يزوجها، وهي تملك ان تزوج نفسها؟ فالصحيح الراجح في ذلك احمد، جزاك الله خيرا يا احمد، زادك الله حرصا على الدروس، زادك الله حرصك، زاد الله حرصك، جزاك الله خيرا، زادك الله حرصا. اقول هذه دلاله واضحه جدا على المساله، هذه المساله لابد ان تفهم فهما دقيقا في هذا الباب، بانها المقصد منها هو النظر. نعم يا احمد خلاص اسف جدا. نعم اقول النظر في هذا الباب هو نظر مساله النكاح بولي او غير ولي. لما قال لا تعذرون، الشافعي نظر في المقصد هنا ومراد الله جل في علاه انه يقول هذه دلاله واضحه جدا يعضدها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ايضا من ذلك يمكن ان نقول في هذا الباب في الايات التي ذكرت تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، احنا بينا ما فيها. ممكن نضرب مثلا ايضا من الايات بقول الله جل في علاه: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. وما يتولى الله ورسوله فان حزب الله هم الغالبون. هنا تنظر الى الانظار المختلفه للايه. هؤلاء الرافض عليهم من الله ما يستحقون، نسال الله جل في علاه يعني ان ينزل عليهم اللعين تترى عليهم. يقول هنا الله تعالى: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. قالوا هذه دلاله الايه داله على امامه علي بن ابي طالب، دل على امامه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. طيب عمده عندهم هذه الايه. فشوف هنا الايه، انظر الى السياق واللحاق في هذه الايات، ترى عجبا، ترى ان الله تعالى يبين لك انه لا يجوز لك ان تاخذ اليهود والنصارى اولياء، الذين امنوا لا تاخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم. فانظر هنا الله تعالى يحذر من ولايه الكافرين، ويحذر من ان يتولى المرء اهل الكفر، وان اولياء ان وليه حقا هو الله جل في علاه ورسوله والذين امنوا، تكون ولاء البراء مع اهل لمن لا اهل الكفران. فياتون الى هذه الايه فيعني يضيعون المقصد عنها الاسمى، وهي مساله حرمه ولايه الكافرين والوجوب، وجوب ان يتولى الله ورسوله والمؤمنين. فيقول هذه خاصه في علي بن ابي طالب، هذه دلاله على امامه علي بن ابي طالب، وهذه دلاله على يعني عدم الفهم بحال من الاحوال. قد تقصد ايضا، قد تنظر ايضا في عمليه المقاصد في النظر في قول الله جل في علاه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تعلمون ان تسفيه احلام هؤلاء الكفر الفجر الذين يقدمون اللات والعزى والاحجار على الله جل في علاه ويتعبدون لغير الله جل في علاه، فتسفيه احلامهم هذا من الوجوب بمكان، هذا من العباده بمكان، تغيظ اهل الكفر من العباده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه مشيه، ابو دجان لما مشى يتبختر بين الصفين تكبرا تخيلا، قال هذه مشيه يبغضها الله، هذه مشيه يبغضها الله، الا في هذا الموضع، الا في هذا الموضع. لكن انت الان تقول بان مساله الآية في قول الله في علاه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أن هذا النهي في هذا الباب على أنها يعني بعض المتهوكين يقول شوف يعني الشرع بيقول حتى يعني اتركه براحته، لا تسبوا ولا تسفح أحلامه، أما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والله هذا غباء لا يحتمله الغبي، غباء لا يحتمله الغبي. فالله المستعان، سبحان من فرق بين عباده في الفهم، سبحان من فرق بين عباده في الفهم. هذه الآية فيها دلالة واضحة جدا على جواز تسفيه أحلام هؤلاء وسب هذه الآلهة الباطلة، لكن امتنع الأمر لمقصد مقاصد الشريعة، وهما أنهم سيتجرؤون على الله جل في علاه، ونحن ممنوعين من يعني من أن نجر هؤلاء السفهاء إلى أن يتجرؤوا على الله جل في علاه، فهذا لا يصح بحال من الأحوال. لذلك قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فانظر إلى التضلع في مقاصد الشريعة، يعني يجعل الإنسان مستقيم الفهم
مستقيم القياس، مستقيم الاستنباط، مستقيم الوصول إلى مراد الله، مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قلنا يعني انتقلنا من الكتاب إلى السنة، فنقول عندنا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإياكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإياكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. شوفوا انظروا هنا الآن، يعني ظاهر الحديث الإسراع بالجنازة، الإسراع بالجنازة، لذلك أوجبها الظاهرية وقالوا بوجوب الإسراع بالجنازة، حتى لو مات من خلفك من الرجال العجائز وأيضا من الذين لا يستطيعون السير سيرا يعني جديا، فنعم اسرع بالجنازة، اجري الجري. فهم يقولون بالوجوب، وهذا عجب ابن حزم طبعا حملها على الوجوب، فعلى الجمهور أصالة أعدل نظرا منه، وهم ينظرون في المقاصد والمعاني، فهم يقولون المسألة على الإرشاد على الاستحباب في هذا الباب، المسألة على الاستحباب وليست على الوجوب، لكن هم ينظرون أعمق من ذلك إلى المقصد. هل المقصد أنك تجري، أم المقصد هو إكرام الميت بدفنه وأن تمشي مشيا فيه ما فيه من السرعة غير السرعة البالغة، بحيث أنك لك فيه فوائد عظيمة جدا، منها من نشوف المقاصد هنا في مقصد بيانه نفسه، قال: فإن كان شرا فتضعوا عن أكتافكم، وإن كان خيرا قدمتموها إليه. فهذا مقصد من المقاصد، هذا بيان هو جلاء لمصلحة مستفادة من الإسراع بالجنازة. لكن هل الإسراع بالجنازة واقف على خشبة الجنازة وأنت تجري بها، ولا إسراع في الإكرام في الغسل والصلاة وفي الدفن، وأيضا في النظر إلى قضاء الحوائج وقضاء ديونه قبل أن يدفن، كل ذلك يدخل تحت هذه المصلحة. خير تقدمونها إليه. فهذا هذا دلالة واضحة جدا على بيان المقصد، والمقصد كما قلنا في هذا الباب هو أن الأصل في هذا الباب هو إكرام الميت، وإكرام الميت ممكن السرعة لا تكون إكراما له، لأن ممكن بالتحرك الشديد يعني يخرج منه شيء، يحدث شيء في الكفن، وأنت أصلا مأمور أن تجعله على نظافة تامة، على رائحة طيبة، على أمر مستتر طيب، فأنت أصالة بالإسراع جديا ستخالف المقصد الأسمى الذي هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصد أصالة إكرامه، وأنت بهذا لن تكرمه، أنت بهذه السرعة والشدة بأن يقع الرجل الكبير والعجوز يصرخ والثاني يتكلم والجنازة لا ينشغل الناس بالدعاء له، بل ينشغلون بإيقاف الجنازة، والثاني ينكر على من أسرع، وبعد ذلك ترى الذي وقع يصب هذا والثاني يصب الثالث. أنت الآن ما أتيت على المقصد بحال من الأحوال، يبقى إذن ليس هذا المفهوم الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم على الإسراع بالجنازة، لكن هو الكلام على الإسراع والإتقان في تغسيله، في كفنه، في غير ذلك من الأمور التي هي من الأهمية بمكان، من الأمور التي هي من الأهمية بمكان في هذا الباب. فهذا أيضا صاحب مقاصد الشريعة الذي تطلع في ذلك يستطيع أن يصل إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن كان خيرا يعني أسرعوا بالجنازة، إن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فهذه أيضا مقصد كما قلنا، هذا مقصد أيضا في هذا الباب، لكن على الضابط الذي بيناه. من ذلك أيضا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: مفتاح الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هنا يعني الكلام على الصلاة في هذا الحديث ذكر ثلاثة أمور، ذكر ركنين وذكر شرطا. قال: مفتاح الصلاة الطهور وهو شرط من شروط صحة الصلاة لأنه خارج عن ماهية الشيء. قال: وتحريمها التكبير، والتكبير في الصلاة فهو ركن من أركانها، وتحليلها التسليم أيضا فهو في الصلاة وهو ركن من أركانها. فذكر الثلاثة. فهنا بعض العلماء نظرة مقصدية، وهذا صراحة يعني فيه شيء من القوة، وهو قول ابن تيمية بأنه قال مفتاح صلاة الطهور، فإن كان الرجل فاقد الطهورين ولا يستطيع إلى ذلك سبيلا، الشيخ الإسلام تيمية ما قال بهذا، الشيخ الإسلام تيمية ما قال فاقد الطهورين لا يصلي، قال إن عجز عن إيماء بالرأس فإنه لنا سنذكرها فرعا فإنه تسقط عنه الصلاة. فبعضهم قال فاقد الطهورين لا يصلي، بعضهم قال فاقد الطهورين لا يصلي. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة، والمفتاح لابد أن يكون في اليد، فإن لم يكن المفتاح فلا صلاة،
فلا صلاة. وهذا ليس مقصودا من مقاصد الشريعة بحال من الأحوال، بل المقصد الأسمى من الشريعة هو إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة لها شروط ولها أركان، وهي في ضوء قول الله في علاه: واتقوا الله ما استطعتم. قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه مسألة واضحة جدا في هذا الباب. فأن نقول بأن فاقد الطهرين لا يصلي، وأن صلاته لأنه لا يملك المفتاح فلا يصلي، هذا خطأ مبين على مقصد مقاصد الشريعة. هذا جاهل مقصد مقاصد الشريعة، بل مقاصد الشريعة أن تقام الصلاة، لا سيما أن إقامة الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربي، لا ينقطع عنها بحال من الأحوال، ولا تسقط عنه بحال من الأحوال. ولذلك أنا أخطئ القول الذي جاء عن ابن تيمية المجدد بأنه قال بأن الذي يعجز عن تحريك الرأس إيماء لا يصلي. كيف ذلك؟ النية موجودة، النية موجودة، وهذا أمر من الأهمية بمكان في هذا الباب، أن تبحث وتنظر على مقاصد الشريعة ومراد الله جل في علا. هذا يجعلك ويكسبك يعني فهما دقيقا في الأحكام وفي النصوص، وتصيب أكثر مما تخطئ. من هذا أيضا إذا قلنا مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، لو وقف عندها الواقف وأخذ بظاهريتها كظاهرية ابن حزم، يبقى كل عاصي لو رجل مدخن لا 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 أكلمه، لا أصاحبه. رجل صلى مرة وقطع مرة لا أكلمه. رجل ما بر بوالديه لا أكلمه. رجل أكل ربا ما أكلمه. طب وبعدين؟ هؤلاء كلهم عندما أنا لا أصاحبهم، من يدعوهم إلى الله جل وعلا؟ من يرشدهم؟ أنا نفسي عاصي، أنا ليل نهار فيها معصية، فمن يرشدني؟ من ينصحني؟ من يكون معي فيما أنا فيه؟ والمرء بإخواني، المرء بإخواني. فلو كان الأمر على هذا ويقف على ذلك، لكانت المسألة فيها ما فيها من المخالفة الصريحة لمقاصد الشريعة. كيف وقد قال الله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عياد بن حمار وهو أوتي به كثيرا ويشرب الخمر ويجلدونه، فقال خالد: لعنة الله عليك، ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. ولذلك قال بعض الأئمة: ليس المراد حرمان غير التقي من الإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم المشركين وأعطى المؤلفة المئين، بل يطعمهم ولا يخالط. والحاصل أن مقصود الحديث كما أشار إليه الإمام الطيبي النهي عن كسب الحرام وتعاطي ما ينفر منه المتقي. والصحيح الراجع في ذلك نقول بأنه مباعدة المعصية مع مقاربة العصاة، مباعدة المعصية مع مقاربة العصاة، من باب الدعوة لله جل في علاه، ومن باب أيضا الدين والنصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ورسوله، أئمة المسلمين وعامتهم. لذلك أيضا يمكن أن أضرب مثلا بهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يخطب على أحدكم على خطبة أخيه. أخذ به أيضا ممن لا ينظر في مقاصد الشريعة ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فإن تزوجها فالزواج باطل، فإن تزوجها فالزواج مفسوخ. وهو طبعا أوغل في إعمال مطلق لا يقتضي الفساد. ولو نظرنا إلى المقصد هنا هو تطيب الخواطر والكلام على حسم مادة فساد ذات البين والنزاع والتناحر والتدابر، لأنه إذا تخطى أخاه فهو يعمل بذلك فساد ذات البين. فساد ذات البين هي الحلق، إذا قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. هنا شوف، لو أخذناه على ظاهرها مطلقا لأدى إلى ما قاله ابن حزم. والصحيح راجح ما قاله الجمهور بأن المقصود: لا يخطى أحدهم على خطبة أخيه، يعني إن ركنت إليه، إن أرادته، إن مالت بقلبها له، فلا يجوز أن يأتي فيشوش على هذا. لكن إن لم يكن الرد ولم يكن الميل، فالمسألة هنا مباحة في مسألة الاختيار. فهنا الذي جعل الأمر يكون كذلك هو النظر في المقصد. وطبعا هذا كان مقصدا صحيحا كان مقصدا صحيحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت فاطمة بنت قيس: يا رسول الله
بأبي هو أمي. يا رسول الله خطبني طلقني زوجي فبت طلاقي وخطبني أبو جهل ومعاوية. فقال أما أبو جهل فكان ضربا للنساء، وأما معاوية فسعلق لا مال له. قال انكحي أسامة، أو خطأ ده هو أتى بالثالث، هو الآن يخطب على خطبتهم على خطبتهما. فقالت فكرهته، فقال انكحي أسامة. قال قلت ما بد. قالت فنكحته فاغتبطت به، فنكحته فاغتبطت به. هذا أيضا التضلع في النظر في المقاصد يصل به الإنسان إلى الجانب الصحيح في هذا الباب. ممكن نضرب مثلا آخر أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتربي عنه يا سودة. صراحة هذا حديث فيه جمل عظيمة جدا، لكنني لست واقفة مع الحديث لأشرحها. أنا أبين فقط على أن تأثير النظر للمقاصد في مسألة الاستنباط. قال الولد للفراش، طبعا القصة مشهورة، أتعرفونها؟ تعرفون هذه القصة أم لا؟ هذه القصة طبعا معروفة، أن سعد بن أبي وقاص جاء فقال هذا أخي، ألا ترى أنه أشبه الناس بأخي؟ عهد لي، وكان هو قد يعني قارف الإثم أخوه في الجاهلية، هي أمة زمعة، وجاء ابنه فقال عبد الله بن زمعة فقال أخي ولد على فراش أبي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الشبه بسعد بعتبة بن أبي وقاص، ولكن ولد على فراش زمعة. فقال عبد الله بن زمعة قال هو لك يا عبد الله بن زمعة، هو لك الولد للفراش، خلاص عندنا حكم الله قائم، البينة موجودة، والقرائن لا تعمل لا يعمل بها موجود مع وجود البينة. قال هو لك يا عبد الله بن زمعة، قال هو لك يا عبد الله بن زمعة، يا عبد بن زمعة، عبد الله بن زمعة. ثم قال سلم الولد للفراش الحجر، قال واحتجبي عنه يا سودة، سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال واحتجبي عنه يا سودة. هذا لو نظرت، يعني قد اختلف العلماء في هذا الباب، لان بعضهم يقول ان بعضهم يقول بان هو اعمال الدليلين، وبعضهم يقول النظر للقرائن والبينات تقدم. الصحيح في ذلك هو المساله مساله مقاصديه، المساله هنا مساله مقاصديه، المبالغه في الستر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. هو الان الاحتمال وارد بان الشبه موجود بعتبة، ولكن البينة على انه ولد في فراشي، والحق بانهم كانوا يستاجرون الاماء. أما قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فكانوا يسرحون النساء ويأخذون منهن المال بذلك، وكانوا يكرهونهن على ذلك، فنزلت هذه الآيات. فالشبه بعتبة قوى الأمر، والبينة موجودة، فحكم البينة، لكن قال من باب المقاصدية هنا، من باب المبالغة في الستر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها احتجبي يا سودة. ويمكن أن نختم ذلك بالحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. هذا الخارجي، وهذا دأب الخوارج بأنهم يقدحون في الأخيار، وأنهم يعني يتكلمون في عرض الأخيار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله، اعدل فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذا كفر، خلاص انتهى الموضوع في قولي، يعني هو يقدح في عدالة النبي، في عدل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر. فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وشوف هو الحكم القتل، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ارتد بذلك. والنساء قال من بدل دينه فاقتلوه، ارتد بذلك، حكمه القتل. أرجع النبي صلى الله عليه وسلم القتل، وترك النبي صلى الله عليه وسلم القتل، ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهي نظرة مقاصدية. أختم البحث في ذلك على أثر النظر في أثر المقاصد في العمل بالقياس،
ترى بأن الحق بأن ليس كل قياس يكون مقبولا، ليس كل قياس يكون مقبولا، القياس قد يكون مردودا، بل أغلب القياس فيه انحراف، أغلب القياس فيه انحراف فساد اعتبار. والقياس الصحيح بذلك لابد لامرئ يكون دقيق النظر وعنده بصيرة بالرأي. لذلك قال ابن تيمية: العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم، العلم بقياس بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم، وإنما يعرف ذلك من كان خبيرا بأسرار الشريعة ومقاصدها وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد، وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد، وما فيها من الحكمة البالغة والنعمة السابغة والعدل التام. ولذلك ابن القيم نقل عن إمام من أساطير المحدثين عن الإمام ابن المبارك أنه سئل: متى يفتي الرجل يا إمام؟ متى يفتي الرجل يا إمام؟ فقال له ابن المبارك: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. من كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. وأيضا قيل ليحيى ابن أكثم: متى يجب للرجل أن يفتي؟ فقال: إذا كان بصيرا بالرأي بصيرا بالأثر. وهذا أمر سديد. فيعني الرأي هنا المقصود به القياس الصحيح، القياس الصحيح، وأن يعرف العلل وأن يدقق ذلك، كما قال عمر بن الخطاب: الفهم فيما يأتيك لأبي موسى الشعري، وقال له: ألحق النظير بالنظير، ألحق النظير بالنظير. وأن يعرف المقاصد الشريعة هو عدم تسوية المختلفين، فإن الشريعة تسوي بين المتماثلين وتفرق بين المفترقين. ولذلك ترى أن الشافعي في هذا الفن العظيم في مقاصد الشريعة والكلام على القياس يقول: إيجاب القياس في المثقل، هذا من مقاصد الشريعة، إيجاب القياس، إيجاب القصاص في المثقل، هذا من مقاصد الشريعة. تعرفون المثقل يعني شيء ثقيل ليس حدا يعني يخزق البدن. فقال: بالمثقل يكون فيه القصاص خلافا للأحناف. قال: مقاصد الشريعة في هذا الباب، لأنه إلا إن لم يكن القصاص بالمثقل كل يسعى ليقتل ويكون عليه الدية، ما يكون عليه القصاص. فلذلك قال: فإن نفي القصاص في المثقل يخرم قاعدة الزجر، ولكم القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه دقة نظر في مسألة المقاصد في القياس. وإذا أردت أن أضرب مثلا بهذا، يمكن من هذا المثل الذي مر علينا قبل ذلك، وهو فعل عمر بن الخطاب بقتل الجماعة بالواحد، قتل الجماعة بالواحد. وإن كان بعضهم يقول هذا خلاف القياس، قلنا لا، هذا هو القياس لكنه الصحيح، لأنهم يقولون القياس أن من قتل يقتل، لكن أن يقتل عشرة بواحد، أين هنا المماثلة؟ قلنا هذه مماثلة باللزوم، هذه مماثلة باللزوم، لأن هذه توافق مقصد الشريعة، وإلا سيتكالب كثير من الناس على قتل رجل حتى لا يقتلون في هذا الباب، ويصح قتله بذلك ويسهل قتله بهذا الأمر بالموافقة. لذلك عمر الخطاب قال: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. بهذا نكون أجلينا مسألة من الأهمية بمكان، بأنه لا يصح لأحد أن يكون مجتهدا يجتهد في استنباط الأحكام وليس متضلعا أو ليس عالما بمقاصد الشريعة، وهذه مسألة من الأهمية بمكان. يبقى لي أن أبين لكم هذا الباب تطبيقا عمليا بأسئلة، لو استطعت يعني لو تخترعوا لي اختراعا بأن يكون في مشافهة، يكون يعني أناقشكم مشافهة باختبار المقاصد، ثم بعد ذلك يكون التحليلي شفهي وتحليلي، لأن هذه المسألة مسألة فيها بناء طالب العلم، أعرف كيف يفكر طالب العلم في هذا الباب، فإن كانت ثم الطريقة فعلموني إياها فتكون مشافهة، ثم بعد ذلك يكون الكلام على التحليل بإذن الله يكون لننتقل إلى كتاب آخر بعد إذن الجمعة طبعا في هذا الباب. انتهينا من الدرس، نسأل الله أن يجعل ذلك النفع به، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. أنا أنبهر بما أراه من حرص فيكم، وذاك فضل الله يؤتي ما يشاء، زادكم الله حرصا وزادكم الله خيرا ونفع بكم، ونسأل الله أن يستعملنا جميعا ولا يستبدلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.